السلام عليكم احبابي والزعمين تاعي وكامل الجماعه اللي مساندني وواقفين معايا في القضيه تاعي. ونوجه الرساله تاعي للسيد وزير العدل مع احتراماتي. سيد وزير العدل، كيفاش صدروا امر ضدي بالقبض وانا غير مسموع امام الدرك الوطني؟ هذا الدرك الوطني تاع بلدي خير الدين يا مصغانم، استدعوني على 10:30 على 11 صدروا حكم في حقي ولم امتل امام النيابه بموجب اجراء المتول الفوري، وهذا يعتبر خرق للاجراءات. كيفاش صدر ضدي امر بالقبض بلا ما نتحاكم؟ نهار اليوم بعثوا لي الاستدعاء على 10:30، وفي ذاك النهار نصف ساعة بعد ما السيد شاري بريغاد تاع خير الدين بعد كونفيرماسيون بلي العجان راه جا عندي واستلم الاستدعاء، حاكموني انا. ما فهمتش، والله ما فهمت. سيد وزير العدل، خرقوا الاجراءات، حق الدفاع عند نفسي، ما عطاونيش مام با لوكازيون باه ندافع عن نفسي، هذا خرق للقانون. سيد وكيل الجمهورية، سيد رئيس المحكمة، حكمتوا عليا هذا الحكم هذا، وأنا مام با ماشي حاضر، ومام با ماشي مسموع من طرف الدرك الوطني. نورمالمون يعمروا لي بيبي، كي يعمروا لي بيبي هذاك بيبي هذاك، نكون حاضر أنا، ندافع على نفسي، نهضر واش كاين واش مكانش. من بعد تبعتوا البيبي نتاعكم للمحكمة، والمحكمة إلا ما حضرتش عطوني حكم غيابي، أنا كنت جاي، كيف عطوني حكم غيابي؟ ولكم كامل النظر سيد وزير العدل.